مرات عمي اتجننت يا جماعة وقالت لازم نعمل للطيور زي ما أم سما الفيومية عملت للفراخ بتاعتها في البرد علشان ما يجلهمش برد وعلشان ما يجلهمش إسهال. هنخش الفيديو يا جماعة ونعرف مرات عمي عملت ايه وفايدة الدخان للطيور ايه في الشتاء، وفعلا هو مفيد ليهم ولا مش مفيد ليهم، وكمان ازاي نعمله لهم ونعمله لهم امتى والوقت المناسب اللي احنا نعمله لهم. زي ما حضراتكم ملاحظين كده يا جماعة ان انا مولع لهم اهوت، وفي نفس الوقت هما وهم بياكلوا يعني تمام. اهم حاجة يا جماعة لسه بيشوف قناتنا يومياتي في مزرعتي لاول مرة، ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد، وكل يا جماعة يعمل لايك للفيديو ده علشان بجد 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 الفيديو ده مهم جدا 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 لكل الناس اللي بتربي طيور في الشتاء وبتشتكي ان هم على طول بيبقى عندهم برد او على طول بيبقى عندهم اسهال. شايفين يا جماعة كل الطيور واقفة هيت، الرومي والوز والفراخ والبط وكل الطيور. اللهم أبطل أثر عين معجبة نبرت وما ذكرت، اللهم أبطل أسل عين معجبة نبرت وما برقت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة احنا مولعين للطيور اهوت، مولعين كده شوية قش يعني، لان احنا طلعنا النهاردة لقينا ان الطيور بردانة شوية، لقينا الطيور بردانة شوية، فقلنا ان احنا نولع كده على السطح ونفطرهم بحيث ان هم بياكلوا يبقى دافيانين، بحيث ان هم وهم بياكلوا يبقى دافيانين. برضه يا جماعة مرات عمي بتقول ان لازم لما نولع لهم كده، والتوليع ده مفيد جدا 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 لأي طيور في الشتاء عامة، يعني الدخان مفيد لأي طيور في الشتاء يا جماعة، بيمنع ان هم يجيلهم برد، وكمان بيحوش منهم الإسهال، كمان بيحوش منهم الإسهال. بس الفكرة بقى ان احنا نولع ايمتى او نولع ازاي. بتقول يا جماعة لازما لما نولع لهم نولع لهم وهم بياكلوا، لازما واحنا بنولع لهم نولع لهم وهم بياكلوا، بحيث ان هم يبقى متقبلين الدخان يدخل مع الاكل، وكمان الاكل يتدخن وكده. زي ما حضراتكم شايفين كده انا عامل النار جنب الاكل على طول، وانا لسه اصلا كابب لهم اللي هو الاكل بتاع البيت، لسه كابب لهم الاكل بتاع البيت، والروم هناك اهو يا جماعة، كل الحاجات هاي يعني كل الطيور زي ما حضراتكم شايفين. طبعا يا جماعة الموضوع ده اللي عملته أم سما الفيومية، طبعا كلكم عارفينها بتاع قناة أم سما الفيومية. احنا عندنا يا جماعة في الفيوم، انا برضو من الفيوم، أم سما جارتنا وعارفها معرفة شخصية، احنا عندنا الحاجات دي في الفيوم مشهورة جدا، الحاجات دي في الفيوم مشهورة جدا، ممكن يكون في محافظات تانية وفي اماكن تانية ما يعرفوش الموضوع ده، لكن احنا عندنا في الفيوم الموضوع ده مشهور جدا جدا جدا، وناس كتير جدا بتولع على طول للطيور بتاعتها بحيث ان هي ما يحصلهاش اي حاجة. انا مرات عمي يا جماعة بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي مربية طيور كتير جدا غير الطيور اللي هي مشاركاني فيها، يعني هي مشاركاني في هو الفراخ دي بس والبط، لكن هي عندها ما شاء الله اللهم صل على النبي طيور لوحديها في مكان تاني كتير جدا، فهي برضو من متابعين قناة أم سما وبتحب تعمل الحاجات اللي هي بتقولها على طول يعني تمام. فهي شافت الفيديو بتاعة أم سما فتشجعت وقالت نقوم نعملها لهم النهاردة عند الفراخ دي، عشان الفراخ دي اللي كانت عيانة، الفراخ دي اللي كانت عيانة، لكن هي عامة الموضوع ده كانت بتعمله على طول هي زمان مع الطيور الصغيرة، هي لازما كده أي طيور صغيرة عندها كانت بتعمل لها موضوع النار والدخان ده على طول يا جماعة، موضوع النار والدخان ده هي بتعمله على طول للطيور. الموضوع بالظبط يا جماعة ما بيستغرقش 5 دقايق وبتكون النار مطفية والدخان اتطفى. الرماد ده بقى يا جماعة اللي هو بيفضل ده ممكن تاخدوه
لو عندكم اي حاجة هترقد او كده ممكن تحطوا لها تحتيها، بيبقى حلو جدا برضو للحشرات، بيحوش الحشرات وكده من تحت الطيور، وكويس جدا يعني الرماد. وجربوا يا جماعة الفكرة بتاعت النار دي، ممتازة جدا والله العظيم وعن تجربة بصراحة يعني، لانه مسامة طبعا عمرها ما هتقول حاجة مش هيكون موثوق فيها. وكمان مرت عمي، يعني انا مرت عمي خبرة في الطيور بقالها اكتر من 21 سنة، وهي بتربي طيور، ربت جميع انواع الطيور الحمد لله وما شاء الله، اللهم صل على النبي، عندها جميع انواع الطيور، بط، وز، ارنب، الفراخ بجميع انواعها ربتها، الرومي بجميع انواعه ربته، الوز بجميع انواعه ربته، الفراخ بجميع انواعها ربتها، البط، كل الحاجات ديت بتربيها. يعني انا ما شاء الله اللهم صل على النبي عندي مرات عمي وخالتي. عملت لكم قبل كده جولة في السطح بتاع خالتي بس كان فيديو بسيط كده. عندي مرات عمي وخالتي، يعني الطيور ديت اهم حاجة في حياتهم، الطيور دي اهم حاجة في حياتهم يعني كمشروع او كشغلهم بتاع اليوم. يعني هما الاتنين ستات ما بيشتغلوش، قاعدين في البيت على طول، فيعتبر ده شغلهم الشاغل اللي هي تربية الطيور. فهم عندهم ما شاء الله خبرة كبيرة جدا، وكونهم قالوا ان النار فعلا كويسه وكده للطيور، فلا ده احنا نطلع على طول بقى نعملها لهم. يعني مش ما فيش مانع يا جماعه لو عملتوا الموضوع ده للطيور كل يوم، ما فيش مانع. شايفين هي هوت شويه اي حته خشبيه كده على شويه اكياس والموضوع بيخلص اهو، شايفين والطيور اهي. حتى احنا يا جماعة لو بتشوفوا في المزارع الكبيرة وكده، مزارع البط المسكوفي والفراخ وكده، بيبقى على طول هما بيولعوا لهم دخان، بيولعوا لهم نار، بيولعوا لهم نار عشان التدفئة. شايفين يا جماعة الدخان اللي طالع عامل ازاي؟ الدخان ده بقى، كل الدخان اللي طالع ده لما الفراخ كده تشمه على الصبح بيديهم اللي هو طاقة ان هما يكملوا اليوم وكده، تمام. بس مش لازم برضو يا جماعه ان هو يكون كتير، يعني يكون شويه معقولين كده، وبرضو ما يكون يعني مثلا انتوا عندكم اوضه او كده اعملوا فيها، بس تكون يا جماعه عاليه، بحيث ان برضو وحرصوا للنار تمسك في العرايش وكده. يعني انا شايفين السطح ما شاء الله اللهم صل على النبي كبير ازاي، بس انا عامل على السطح، يعني انا عامل على السطح قربتها لهم وهم بياكلوا، بحيث ان هم الدخان يجي عليهم اكتر، بحيث ان الدخان يجي عليهم اكتر، لان انا برضو السطح بتاعي ما شاء الله واسع وكبير. يعني شايفين بعملها كده، بحس ان هي عماله تدخن اهي يا جماعه، عماله تدخن، والموضوع بصراحه مش حلو. يعني انا حاسس ان هو جميل، يعني انا كواحد من الناس واقف كده حاسس ان في دفع، ان مع انها مش كبيره قوي والسطح واسع، بس حاسس ان هي يعني الموضوع حلو بصراحه. فانتوا برضو جربوه وقولوا لي ايه رايكم يعني فيه، يعني انتوا جربوا موضوع النار ده وقولوا لي ايه رايكم فيه. بس لازم يا جماعه بقى يكون عندكم شويه خشب، شويه اواليح، الكلام ده كله. طبعا انا عندي اواليح اهي، هبقى اجمعها في مره تانية ونعملها مع بعض. بس انا جبت جريده ديت اللي هي بتاعت النخل ناشفه، وحطيت عليها شويه اكياس وشويه كده. بالمناسبه يا جماعه اديكم الرومي ده الصغير ده بتاع مرات عمي، وطاير من عندها، يعني هم بيجوا من عندهم على عندنا، عشان هم السطح بتاعهم يعني احنا عاليين وهم برضو عاليين، فهو بيجي عندنا بقى. والدخان اهو. وده يا جماعه كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واي حد عنده سؤال يسيبه تحت في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.